Ahlan, hello. So this is a continuation of the Zuhoor Fatima story. If you haven't watched the first part yet, make sure to check the description box. وضعت فاطمة الأصيص أسفل فراشها كي لا تكتشف أمها المفاجأة التي تعدها لها، وكانت كل صباح تسقي الزهور بالماء ثم تعيدها أسفل فراشها من جديد. Now again with some intermediate speed. وضعت فاطمة الأصيص أسفل فراشها كي لا تكتشف أمها المفاجأة التي تعدها لها، وكانت كل صباح تسقي الزهور بالماء ثم تعيدها أسفل فراشها من جديد. Now with a normal speed. وضعت فاطمة الأصيص أسفل فراشها كي لا تكتشف أمها المفاجأة التي تعدها لها، وكانت كل صباح تسقي الزهور بالماء ثم تعيدها أسفل فراشها من جديد.